في الأيام اللي فاتت حصلت تقلبات جوية كبيرة على الشواطئ المصرية، وده خلى الناس تسأل هل ده تسونامي ولا مجرد حالة من حالات التقلبات الجوية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض هنا في خمسة بالعربي. في الفترة اللي فاتت شفنا الجو حصل فيه تغيرات كتيرة، والتغير ده ظهر بشكل كبير في محافظة الإسكندرية، وكان فيه تحذيرات كتير من حدوث نوى المكنسة اللي ممكن تغرق المحافظة بالكامل. كل ده اتسبب في تخوف كبير من ان ده يكون بداية لتسونامي، وده اللي وضحته الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، وقالت توقعات هيئة الأرصاد بالنسبة للجو وحقيقة حدوث تسونامي في مصر. الدكتورة إيمان وضحت ان السواحل المصرية شهدت خلال الأيام الماضية أمواج ضخمة جدا وصلت ارتفاع 6 أمتار، وده مش حاجة بسيطة لأن الرياح كانت شديدة جدا، وصلت سرعتها ل 80 كيلومتر في الساعة، وده خلى المياه تخرج عن الشواطئ في بعض الأماكن. وعلشان تكون الصورة واضحة لازم نعرف إن لما الأمواج بترتفع بالشكل ده بيكون تأثيرها كبير على المناطق الساحلية. لكن في وسط كل ده كان في سؤال شاغل بال الناس، هل ده تسونامي؟ وإزاي بيحصل تسونامي في البحر المتوسط؟ الدكتورة إيمان جاوبت على السؤال ده بكل وضوح، وقالت إن تسونامي مش مجرد أمواج عالية زي اللي بنشوفها في الظواهر دي، لكن ده بيحصل بسبب زلزال في البحر، وده ما حصلش في الفترة الأخيرة في البحر المتوسط. الحكاية ببساطة إن اللي حصل كان منخفض جوي قوي، وده شيء طبيعي في الفترة دي من السنة. لكن ليه الجو قلب فجأة؟ الدكتورة إيمان وضحت إن السبب في التغيرات دي هو الكتل الهوائية اللي جاية من جنوب أوروبا، ودي بتأثر على مصر بشكل مباشر. الكتل الهوائية دي بتسبب انخفاض كبير في درجات الحرارة، ومع الرياح القوية بيزيد الإحساس بالبرد بشكل ملحوظ. يعني لو كنت حاسس بالبرد أكتر من المعتاد، ده مش صدفة، ده تأثير الرياح الباردة اللي جاية من أوروبا. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من الأمطار في معظم المحافظات، وده كان بسبب التغيرات الجوية المفاجئة. وكمان الدكتورة إيمان أكدت إن المحافظات كانت مستعدة للتغيرات دي، يعني الجهات المعنية كانت في حالة تأهب لمواجهة الأمطار الشديدة والرياح العاتية. على الرغم من إن الأمطار كانت متساقطة في العديد من الأماكن، إلا إن الفرص لوجود أمطار خفيفة لسه موجودة، خصوصا على السواحل خلال الأيام اللي جاية. طيب إحنا ممكن نعمل إيه؟ الجو ده يستدعي مننا إننا نكون جاهزين لأي تغيرات تانية ممكن تحصل. والدكتورة إيمان نصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، علشان الجو بيكون بارد جدا في الوقت ده، خصوصا في المناطق الساحلية. كمان لازم ناخد حذرنا من الأمواج العالية اللي لسه مستمرة في التأثير على الشواطئ، ونتابع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية علشان نكون على دراية بأي تغييرات جديدة. الأحوال الجوية في الفترة دي من السنة بتكون متقلبة جدا، ودخول فصل الشتاء بيجيب معاه تقلبات كبيرة في الطقس، لكن مش لازم نقلق أو نفكر في تسونامي مثلا، لأن كل اللي حصل هو منخفض جوي طبيعي. أهم حاجة إننا نكون مستعدين للبرد والأمطار، وناخد حذرنا لو كنا في أماكن قريبة من البحر.